هذا وأمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بوقف الرحلات الجوية الروسية إلى مصر، وكلفت الحكومة بوضع آلية لإعادة المواطنين الروس إلى هناك. وقال المتحدث باسم الكرملين إن تعليق الرحلات لا يعني أن تحطم الطائرة الروسية ناجم عن عمل إرهابي. وكان مسؤول في وزارة الطيران المدنية المصرية قد نفى أن تكون السلطات منعت رحلات جوية بريطانية لإعادة سياح بريطانيين إلى بلادهم من منتجع شرم الشيخ. إجراءات رقابة وتدقيق مشددة يشهدها مطار شرم الشيخ في مصر في ظل أجواء من التوجس والخوف لدى المسافرين عقب ترجيح بعض المصادر لاحتمال انفجار قنبلة في الطائرة الروسية التي سقطت في سيناء الأسبوع الماضي. وقد أقلعت بعد ظهر اليوم أول طائرة عائدة لشركة إيزيجيت البريطانية تقل 180 راكبا بعد أن قام وفد بريطاني بتفقد الإجراءات الأمنية على رحلات الطيران في المطار في خطة لإرسال 29 رحلة لإجلاء 20,000 سائح بريطاني عالق في شرم الشيخ. واحدة من الآثار المترتبة على التدابير الجديدة هي أن على المسافرين العودة إلى بلادهم بأمتعة خفيفة فقط، ونحن سوف ننقل أمتعتهم الأخرى بأقرب وقت ممكن. كما أعلنت وزارة الطيران المصرية أن 74 رحلة لعدد من شركات الطيران ستغادر مطار شرم الشيخ، فيما أوضح وزير الطيران المدني المصري حسام كمال أن السلطات المصرية علقت بعض رحلات شركة إيزيجيت بسبب القدرة الاستيعابية المحدودة للمطار.